هنا في لارنكا بقبرص أقرب نقطة بين الاتحاد الأوروبي وسواحل قطاع غزة، تتأهب السفينة الثانية من سفن المساعدات المتوجهة إلى قطاع غزة للإبحار متى توافرت الظروف الملائمة من ناحية الطقس ومن ناحية الظروف الأمنية أيضا. بحسب ما أخبرنا العاملون في منظمة World Central Kitchen، فإن الطقس السيء المتوقع خلال الأيام المقبلة قد يؤجل إبحار السفينة بعض الوقت، لذلك لم يحدد بعد موعد نهائي لإبحار هذه السفينة. هذه السفينة تحمل على متنها قرابة 240 طناً من المواد الغذائية من الأرز والطحين وعلب الطعام المحفوظ. هذه السفينة ستكون الثانية في سفن عدة تأمل منظمة World Central Kitchen أن تكون على الطريق السريع لتقديم المساعدات من هنا من لارنكا في قبرص إلى قطاع غزة. واعتباراً من يوم الاثنين سيبدأ توافد المسؤولين الأوروبيين ومسؤولين من بريطانيا والولايات المتحدة للتباحث مع الحكومة القبرصية بشأن تفعيل هذا الممر وجعله أكثر فاعلية في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، إلى أولئك الذين يحتاجون إليها بشكل كبير، لتكون هناك آلاف الأطنان من المساعدات التي تقدم إلى المحتاجين إليها في قطاع غزة. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لارنكا، قبرص.